الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الأولى من برنامج كيف نعيش مع القرآن الكريم، وهي حلقات خفيفة بمناسبة هذا الشهر العظيم. نتكلم عن شيء من آداب تلاوة القرآن، وكيف الإنسان يتدبر القرآن ويستفيد ويغتنم هذه الأيام المباركات. من المعلوم أن من أعظم فضائل هذا الشهر، شهر رمضان المعظم، أنه أنزل فيه القرآن، وأيضا أنزلت فيه الصحف على الأنبياء والتوراة والإنجيل كما جاء في الحديث الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 خلت من شهر رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وأيضا في رواية: وأنزلت التوراة 6 مضين من رمضان. خرجه البيهقي في شعب الإيمان والإمام أحمد في المسند. فتشرف هذا الشهر بنزول القرآن، والقرآن له تنزلات. بداية نزل من رب العزة سبحانه وتعالى إلى اللوح المحفوظ، ثم من اللوح المحفوظ أنزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم نزل به سيدنا جبريل عليه السلام في خلال 23 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث وبحسب الأمور، وهكذا بالأمر من الله سبحانه وتعالى. فنزل على رسول الله في ظرف 23 سنة، وهذه الفترة هي فترة البعثة النبوية المباركة. رسول الله أوحي إليه وهو على رأس 40، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في 63. الفترة هذه 23 سنة هي التي كان ينزل فيها الوحي، يعني عن طريق سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فضيلة القرآن فضائل لا تحصى، منها قوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه الآية في فضل تلاوة القرآن مع أداء الفرائض
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الإنفاق وهكذا. وعن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. يتعتع فيه بمعنى عليه مشقة في القراءة ولكن لا ينتقل من الكلمة حتى يتقنها، هذا عند أجر المشقة وأجر المجاهدة، وعليه أن يتعلم القراءة الصحيحة إن كان في إمكانه التعلم يعني. وأيضا جاء في فضل القرآن والمؤمن الذي يقرأ القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. أخرجه البخاري ومسلم. الأترجة نوع من الفواكه زكي الرائحة جدا وطيب الطعم والمنظر، فهذا شبه به صلى الله عليه وسلم المؤمن هو لا عنده الإيمان وأيضا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، فهو يعني جمع الأحاسن كلها. والمؤمن الذي عنده الإيمان ولكن لا يقرأ القرآن فهذا أيضا فيه الخير فيه الإيمان، فهو مثل التمرة صحيح لا ريح لها ولكن طعمها حلو. أما المنافق والعياذ بالله فهذا لا ينفعه ولو قرأ القرآن لأنه ليس بمؤمن، فالأصل هو الإيمان. وسيأتي أيضا في كلامنا عن التدبر أن الأصل أيضا هو العمل بالقرآن، ولهذا أنزل القرآن للعمل به وللاقتداء به، وأن تجعله أسوة، من جعله قائدا يقوده إلى الجنة، أما من تركه خلف ظهره فإنه يسوقه إلى النار كما جاء في الحديث. فالعمل به هو الأصل، والقراءة فيها الأجر والثواب العظيم، لكن الإنسان يقرأ القرآن فقط وهو لا يعمل به ويترك حدوده ولا يؤدي فرائضه ولا يحرم حرامه ولا يحلل حلاله، فهذا لن تنفعه تلك القراءة. لماذا؟ لأن القراءة مستحبة كما سمعنا في الحديث، أما العمل هو الواجب، فيجب أن نضع الأمور في نصابها. قراءة مطلوبة وعظيمة وفيها أجر عظيم كما سمعنا، ولكن الأصل والأولى هو العمل، هذا الذي يدخل الإنسان إلى الجنة بإذن الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم. يرفع بهذا الكلام أي بالقرآن أقواما بمعنى الذين يعملون به، ويضع آخرين الذين يجعلونه وراء ظهورهم. لذلك مما جاء في فضل قراءة القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أخرجه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل آناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهكذا في رواية أخرى أن رجل آتاه الله علما يعلم الناس الخير. فمقصود هنا بكلمة الحسد هي الغبطة، الحسد هنا بمعنى الغبطة. الغبطة هي أن تتمنى نعمة عظيمة، خاصة النعم الأخروية، تتمنى مثلها وتطلب من الله مثلها، فهذا لا شيء فيه. أما الممنوع هو الحسد، الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. شخص عنده نعمة فأنت تتمنى أن تزول تلك النعمة من أخيك المسلم، فهذا والعياذ بالله من الكبائر. أما الغبطة أن تتمنى مثل ما عند أخيك، لا شيء في ذلك، تطلب من الله أن يعطيك ولو كانت أمور دنيوية، ولكن
الأهم والغبطة تكون في أمور الآخرة. من هنا رسول الله ركز على هذين الأمرين، قال لا حسد إلا في اثنتين أمرين. شخص يعني أخوك المسلم حامل كتاب الله ويقوم به الليل وهو رجل تقي رجل صالح، فأنت تتمنى أن تكون مثله، تغبطه على هذه النعمة العظيمة، هذه جائزة بل مستحبة، ويحاول الإنسان أيضا يسعى. كذلك شخص ثاني مثلا عنده أموال، وهو هذه الأموال من حلال، وهو ينفقها في سبيل الله ويساعد الناس ويعطي للفقراء وهكذا، فأنت تتمنى أن تكون مثله بحيث تفعل مثل فعله. فهذه من الأمور المطلوبة ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما جاء في فضل تلاوة القرآن قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لما يعني الإنسان يقرأ في بداية سورة البقرة ألف لام ميم، هذه نفسها ثلاثة أحرف بثلاثين حسنة، وما زال الأجر يضاعف عند الله تعالى. ما بالك بمن يقرأ السور والآيات ويختم ولله الحمد والمنة. وكما ذكرت في الحديث الذي مضى أنه يأتي شفيعا، القرآن يأتي شفيعا، وفي حديث آخر أن القرآن والصيام يشفعان. الصيام يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل وهكذا مشغول بالتلاوة فشفعني فيه، فيشفعان قال صلى الله عليه وسلم. فالآن في هذا الشهر المبارك لك شفيعان، الإنسان لنا جميعا شفيعان يجب أن نحرص عليهما، والمؤمن محتاج يوم القيامة لكل شفيع، لكل من يقول فيه كلمة طيبة، محتاج. أحيانا الميزان يتوقف على حسنة واحدة، فيجب أن يسعى ويجتهد المؤمن، والاعتماد على فضل الله وعلى كرمه أولا وآخرا. فالقرآن يشفع يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، أخرجه الإمام الترمذي. فالإنسان الذي يشتغل بالقرآن وبالذكر حتى أنه لا يجد وقت للدعاء والمسألة، رب العزة يعطيه أفضل من مما يعطي السائلين، لأنه اشتغل بالقرآن وبالذكر. ولا بأس الإنسان يعني يأتي بالحسنيين، يعني يأتي بالقرآن والذكر ثم لحظات يعني أو دقائق يتوجه فيها إلى الله ويدعو الله ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، لكي يعني يتحصل على الاثنين. ولكن لو أن إنسانا اشتغل بالقرآن والذكر حتى لم يجد وقتا للدعاء والمسألة، فرب العزة من كرمه قال لن أضيع تعبه وأعطيه أفضل ما أعطي السائلين. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. المؤمن يعني عليه أن يحفظ، ولو يعني الحمد لله يعني كلنا نحفظ بعض قصار السور، يعني كل ما الإنسان يزيد كل ما يزيد الأجر والثواب. يعني رسول الله في بعض الأحاديث أنه يعني تمنى أن يحفظ سورة الملك، تمنيتها في جوف كل مؤمن، سورة تبارك الذي بيد الملك، وهكذا سورة ياسين وبعض السور التي يعني فيها فضل زائد. والقرآن كله كلام الله وكله عظيم، فالإنسان الذي لا يحفظ شيئا، وهذا نادر في المؤمن أنه بيحفظ على الأقل سورة الفاتحة بقصار السور، فالذي ليس في قلبه شيء رسول الله يعني مثله بالبيت الخرب. كذلك ما جاء في فضل القرآن قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا الإنسان الذي بالذات الذي حامل لكتاب الله، وكما ذكرت حامل كتاب الله هذا يجب عليه أن يتقي الله، صحيح نحترمه ونعظمه لأنه يحمل القرآن بين جوانحه، لأنه يحفظ كلام الله، ولكن هو في ذاته يجب عليه أن يتقي الله، لأنه كما جاء في الحديث يعني كأنما أدرجت النبوة بين ضلوعه، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي هو حامل كتاب الله ويحفظ القرآن ويكون مطبقه عمليا ويحل حلاله ويحرم حرامه، يؤتى به يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي، وهكذا يرتقي في درجات الجنة. يعني يقال له منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهذه منقبة ما بعدها منقبة. وسماهم أهل القرآن أهل الله، وخاصته النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دائما مشروط بالعمل يا أخواننا، يجب أن نفهم نقطة هذه. نحن كما ذكرت حامل كتاب الله نعظمه ونحترمه، وهكذا لماذا؟ للقرآن الذي في جوفه، ولكن هو في نفسه عليه أن يحاول أن يكون يعني يحمد الله على هذه النعمة، أنه رب العزة يسر له حفظ القرآن، فكيف يكون حمده وشكره يكون بتطبيق القرآن والعمل به. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل بهذا. هكذا رسول الله يعني يرغبنا في حفظ القرآن، وفي أن أيضا أبناءنا نحفظهم القرآن، وهكذا يعني. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. الحمد لله، نحن المؤمنين المسلمين نحب القرآن ونحب المساجد ونحب كل ما هو منسوب إلى الله، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب صحبه الكرام، نحب آل البيت، ونحب العلماء والصالحين والعباد، ونحب المسلمين بصفة عامة. كل ما هو منسوب إلى الله وللإسلام محبته وتعظيمه من محبة الله. فهنا أشار صلى الله عليه وسلم إذا قال: ومن أحب القرآن فليبشر. هذه بشارة لنا جميعا، اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعم وعلى هذه الفضائل. وللحديث بقية بإذن الله تعالى، والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.